السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد حول الربح المجاني من الانترنت. طبعا هذه المرة فيديو إثبات سحب جديد لي من هذا الموقع بيتكوين تريبيوشن. هذه واجهة الموقع، كنا قد شرحنا هذا الموقع يعني في فيديو سابق منذ أسبوع. اليوم يعني وصلتنا يعني $10 من 3 مهام من فيديو ريفيو وضعته في اليوتيوب، يعني عطوني عليه $6. كذلك بلوج، كنت بعمل بلوج مقال فقط على ستيميد، يعني عطوني عليه $3. وكذلك خاصية تروست بيلوت عطوني عليها $1. المهم سأريكم بعد قليل إثبات السحب. إذن هذه واجهة الموقع. موقع يدفع يعني كل أسبوع، يعني وليس كل يوم مثل ملتي ماين، يعني تعمل مرة في الأسبوع وتقوم بالدفع لهم، بعد أسبوع يعني يدفع لك الموقع مجانا، يعني دون أن تقوم بإيداع أي سند في حساب. إذن سنقوم بالدخول إلى هذه القناة من أجل التسجيل كالعادة، يعني أمور تضع أي اسم هنا، بعد ذلك تضع يوزر نيم خاص بك، بعد ذلك ايميل، اعادة كتابة الايميل، باسورد، اعادة كتابة الباسورد، بعد ذلك تنزل الى هذا المكان، بعد ذلك تضع محفظتك على الباير مثلا او على بيرفكت موني، او بعد ذلك تقوم بالنزول اختيار اي سؤال، بعد ذلك تضع اي اجابة، ثم تضغط على الخانة هكذا يجب ان تقوم بالازرق، بعد ذلك تضغط على صنع. انا لدي حساب، لذلك سادخل مباشرة الى حسابي، هو حسابي مباشرة ساقوم بالدخول اليه. اذا هذا هو حسابي كما ترى، انا لم اضع اي يعني سند في الموقع، لذلك حسابي مصفر. لذلك ساريكم بعد قليل اثبات السحب. إذن هذه واجهة الموقع عند الدخول، طبعا هذا رابط الإحالة الخاص بك. إذن من يريد أن يقوم باستثمار، ما عليه فقط أن يقوم بديبوزيت، ميك ديبوزيت، بعد ذلك أن يختار أي خطوة من أي واحدة من هذه يعني الموجودة هنا، بعد ذلك يضع الكمية التي يريد استثمارها. بعد ذلك مثلا يضغط على باير، يختار مثلا $10، بعد ذلك يضغط على هذه الخانة، ثم سيأخذك يعني اوتوماتيكيا الموقع سيأخذك الى الباير الخاص بك لتكمل فقط بعض الخطوات البسيطة حتى تقوم بالإيداع في حسابك. انا لن اشرح هذه الخطوة لانني لست مهتم بها، أي أنا مهتم فقط بالبونتي الذي يضعه هذا الموقع، يعني بونتي رائع، يعني فيديو يعني يعطيك عليه على الأقل $4، يعني $6 فما فوق، يعني هذه بعض الخصائص الموجودة في هذا الموقع، يعني 1.23% لمدة 88 ساعة، 0.68% لمدة 188 ساعة، يعني بعض الخطط الربحية. الموقع مازال في أسبوعه الأول وهو يدفع، يعني كيف نقوم بالربح من البونتي؟ طبعا نضغط على ايرن فري بي تي سي هكذا، بعد ذلك يقول لك يعني انضم إلى تليجرام الخاص بنا، فيسبوك الخاص أيضا بهم، تويتر، بعد ذلك يعني تبدأ في إتمام مثلا خاصية الفيسبوك. سيت الفيسبوك يعني لا يطلب يعني من شروط كثيرة، المهم فقط تقوم يعني ب، أنا لم أقم بهذه الخاصية، لم أظن قمت بها ولم يقبل الموقع خاصية الفيسبوك بالنسبة لي لا أعلم. قمت بخاصية تروست بيلوت، سهلة جدا، يعني ما عليك فقط أن تضغط على تدخل إلى تروست بيلوت، تضع يعني ريفيو من في 4 أو 5 أسطر، بعد ذلك تضغط على تروست بونتي أبليكيشن هكذا، ثم يأتيك يعني
يعطيك يعني واجهة اللي تضع فقط فيها معلومات. أنا قمت ب الدروس بلوت، لذلك لا أستطيع الآن القيام بها. المهم سأريكم مباشرة، يعني هذه هي المهام. أنا سأريكم الآن إثباتات السحب الخاصة بالأسبوع الماضي. طبعا هذا هو تروست بيلوت، هي يعني اكسبتد، يعني قاموا بإرسال الأموال إلي. خاصية البلوك كذلك سنرى، هي خاصية البلوك يعني خضراء معناتها مقبولة، يعني هي خضراء، يعني تم إرسال الأموال. أيضا يوتيوب أيضا هي مقبولة وتم إرسال يعني الأموال. سأريكم في البايا الخاص بي فقط، ها هي 1 دولار على خاصية تروست بيلوت، 3 دولار على خاصية البلوج المقال الذي وضعته في ستيميت. أيضا وصلتني 6 دولار بالنسبة للفيديو الذي عملته في مرة سابقة، أنا قمت بتحويلها مباشرة إلى دولار، هي 6.05 دولار. إذا كان هذا هو شرح اليوم، فيديو حول يعني هذا الموقع، يعني ما زال يدفع في أسبوع الأول فقط، يعني اغتنموا الفرصة ولا تضيعوا مثل هذه الفرص. إلى اللقاء.